تقرف حاجه تقرف. الشوارع مليانه بلطجيه وصيع ولاد الادم ومعاكسات. ايه يا سناء مالك في ايه؟ مفيش حاجه، وانا جايه من عند اول الشارع وماشيه في امانه الله ومروحه بيتي، الواد ليمونه وفراوله وحرنكش ومشمش عكسوني وضايقوني. قالوا لك ايه العيال دي؟ قالوا لي ها قالوا لك ايه؟ قالوا لي تعالي احكي لي في ايه؟ قالوا لك ايه قولي. يا غرابي ان شاء الله يا رب يجي له نقطه في لسانه البعيد. البعيد؟ ايه الكلام الفارغ ده؟ وانا يعني عشان عامل فيها مؤدب في الحته وما اتخانقتش بقى لي فتره يا عكس اختي؟ لا 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 اهدى يا عادل، اهدى يا ابني واقصر الشر عشان خاطري. ده انا هطول الشر وهروح اجيبه من قفاه الواد ده. اسمه ايه الواد ده؟ الواد اسمه مشمش. مشمش مشمش وعامل لي راجل بيقعدوا فين؟ بيقعدوا ساعات على النصر وساعات في صاله البلياردو وساعات في غزل الواد ابو الروس. ماشي. انت عرفت من ايه؟ انا ما ساعات لما ببقى جاي من المدرسه كده براقبهم، قصدي بشوفهم قاعدين في كذا حته. انا هتصرف معاهم. اسمه ايه؟ مشمش. مشمش وعامل لي فيها راجل وبيعاكس اختي. يا نهار اسوح، انا بقى هخليه مربط مشمش. عادل عادل ما تعورش الولد يا عادل، عايزك تسيطر على انفعالاتك وغرايزك يا حبيبي. انا مش هسيطر على اي انفعالات، وانا يا هم العيال دي نسيوا الايام ما كنت فورما، انا هفرجهم. اسمه ايه؟ مشمش. مشمش عاجبك كده؟ هم اللي حكشوني يا ماما. اسكتي. بقول لك ايه يا كبير، هو الواد اللي هناك ده هو مشمش. هو ده مشمش؟ اه. ده انا اخليه برقوق ومن غير بذر كمان. طب بقول لك يا كبير، ما تخليه بطيخه عشان يبقى على السكين. انا هفرجك دلوقتي على محل الفكهان اللي هيفتح. انت مشمش؟ اه انا مشمش. اي خدمه؟ طب وزن لنا 2 كيلو. ويكون من غير بذر عشان ما يتقلناش الميزان. ده مش محقون هرمونات ولا ايه؟ دول ما بلاش نشتري من هنا خالص يعني. بلاش حاجه خالص يا سامع. تعالى خفيف منك. لو عايزين كام كيلو سكر قلتولي؟ حضرتك بص، مبدئيا احنا اسفين. اسفين؟ لا انتوا تضربوا الاول وبعد كده تتاسفوا. بص حضرتك، احنا ما عندناش مانع ان احنا نضرب، بس اهم حاجه ما تزعلش. اهم حاجه حضرتك ما تزعلش يعني. بتتريق على مش ماجنس وقاعد مع ترابيس وبنش. حضرتك احنا ما قالتلناش على الاسامي دي خالص حضرتك. يا مين دي؟ واحده ما نعرفهاش خالص حضرتك. بص انا هديك العنوان بتاعها وانت تصرف براحتك. روح انت بقى هناك كده. تعالى لي انت يا حلو. ليه؟ هبتدي بيك انت الاول. لا انا مين اللي قال؟ هبتدي بيك انت الاول بس اسمع. يا دول الحقل يا دوله. حضرتك هو ده السبب حضرتك، هو ده السبب حضرتك، لان هو قال لي ان انتوا عكستوا اختي وانا قلت له انت مالك، دول ناس محترمين مش استحاله يعكسوا حد ولا حاجه، وهو قال لي لا انت مش راجل ولا ايه؟ تعمل لي فيها راجل يا حضرتك. ده منظر راجل؟ ده انت هتتشقلب. ابوس ايدك، ابوس ايدك. بص انا خدامك يا باشا، انا من ايدك دي اللي ايدك دي هو اللي كان بيجوعني وعايز يقطع عيشي يا فندم، والله هو اللي قال لي تعالى. لا 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 حضرتك اقطع عيشي بعد اذنك، بعد اذنك حضرتك. حضرتك يعني انا ما قطعتش عيشي ولا حاجه، ده انا بالعكس زودته الشهر اللي فات 5 جنيه حضرتك. كداب كداب. لا 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 اسكت. انتوا الاثنين هتروحوا على المخزن تتشقلطوا وبعد كده نخلص على بعض. هنروح المخزن نشقلط. يلا بلاش المخزن، بلاش المخزن شقلط. معلش بس حضرتك. استنى السلام عليكم. عليكم معلم تيتي. معلم تيتي تاخد مين على المخزن يا تاخد ايه؟ تاخدنا على المخزن؟ ده انا ممكن اخدك بقى عندنا في البازار، احنطك وبيعك مع التماثيل. ايوه وممكن اكسرك زي التماثيل وبعدين اقوم لحمك وبعدين اقوم رميك في المخزن تاني. واحنا ما ورناش رجاله ولا ايه؟ فيها رمز؟ فيها جدعان؟ بقى معلم تيتي، اذا كانوا بقى هم مفكرين نفسهم فاكهه فاحنا قفاص. قفاص ايه اللي بتحط فيها الفاكهه يا دول؟ كده غلط على الزلط يا معلم تيتي، وانا مش هسيب العيال دي النهارده. روق يا مش، مش انت طرحت امتى في ايه؟ العرجوزات دي بتتمانس عليا يا معلم تيتي، وانا مش هسيبهم وبتمانس على الرجاله بتاعتي. بس يا معلم تيتي لحضرتك في سبب يعني يا معلم تيتي، ان الفروت صلات ده حضرتك يعني عارف عاكس اختي. الكلام ده حصل يا مشمش؟ ما انا بعكس كل يوم 30 و40 واحده يا معلم تيتي. بعدين هو مش هيتبلى عليك يعني يا مشمش؟ لازم تعتذر له ولا غلط؟ خلاص يا معلم تيتي عشان خاطرك انت اعتذر له.
حقك عليا يا كابتن. ادي راسك يا بوس. شكرين قوي. انا مش قابل اعتذارك وهتتضرب يعني هتتضرب. بس يا حيوان بس يا حيوان. يا دول علشان يتعلموا الادب بقى، وبعدين انا اللي هضربهم وكل واحد على حسب نوعه. لا يعني انا مش هسيب العيال دي النهارده يا معلم. انا اتكلمت. وحس ربما بقى الاعتذار مرفوض يبقى كلكم مع بعضيك واستفلوا مع بعض وهات لنا شاي. معلم وائل هتراهن على مين؟ ثانية واحدة قبل الرهانات وقبل أي حاجة، حضرتك يعني ما ينفعش موضوع إنك أنت تضربنا ده يعني عيب، إحنا ممكن نتخانق معاك وممكن نضربك ونبهدلك وكل حاجة، بس إحنا مش جاهزين دلوقتي، أنا كان طول الليل حضرتك كان عندي جرد في المخزن مش كده يا رمزي؟ هنعمل إيه؟ هيموت النهاردة. هنعمل إيه؟ بعد إذنك، سيب لنا بس أسبوعين يا معلم. مش يعني سيب لنا أسبوعين نتدرب فيهم حضرتك ونجيلك ويبقى نفس الوقت في نفس المكان بعد اسبوعين ان شاء الله، ويكون المعلم مش استقى وطلب الاكل. خلاص عرفت. ما تيجي نجري احسن يا دول. لا نجري ايه، ما فيش وقت للجهد، احنا اتفقنا معاهم بعد اسبوعين. الاسبوعين دول بقى هنعمل فيهم ايه؟ هنتدرب في الجيم. يلا شيل الوزن اخرع. كفايه يا كابتن مش قادر. محدش يقول لي كفايه. انت زي ابو خرع من 40 سنة معرفش يشيل الوزن ده. جبت اخري يا كابتن. قوم اتفضل. جبت اخري. روح العب على البتاع اللي هناك ديت. محدش يقول لي جبت اخري. الحق دولا ده ماسك كرباج يا عم. يعني احنا بدل ما كنا نتضرب في الخناقة هنيجي نتدرب في التدريب. يلا بينا. محدش يتحرك في الهنا. دخول الحمام زي دخول وخروجه. ايوه حضرتك احنا هنبقى هنتكل على الله بقى، يعني احنا كنا جايين نتدرب يعني حضرتك. محدش يقول اللي هنتدرب هنا إيه للي حدد. طيب يا كابتن معصعص، يعني احنا هنتدرب امتى؟ معصعص مدلعنا. ما يقصدش حضرتك ما يقصدش ان هو يدلع حضرتك، دي زلفة لسان. هو يقصد يعني يسألك احنا هنتدرب امتى بقى؟ انا اللي حدد. محدش يحدد. حاضر. انا كابتن عصوصة حايز على الاولمبياد كلها في العظمة الذهبية في اولمبياد بانا. محدش يقول امتى. حاضر مش هنقول لك امتى. طب امتى؟ طيب هو يا ابني كده امتى؟ مش اول يحصل انترفيو وبعدين تملوا الابلكاشه. حضرتك تقصد الابلكيشن يا دولا. ابلكيشن ايه؟ هي اسمها الابلكاشه عشان تبقى زي الدولاب كده زيهم يا عم. انت كويس هلا. انت كويس هلا ويجي منك هلا. طب حضرتك يعني يا كابتن انا كويس ويجي مني ولا ايه؟ كتر الكلام معاك كتير مش هجيب نتيجة. هلا حضرتك يعني انا هيجي مني ولا ايه؟ دي صورة حضرتك وانت من غير الكرباج. طيب حضرتك بالنسبة لنا يعني هنعمل ايه؟ المطلوب مننا عشان التدريب؟ حضرتك انا قبل كده اتدربت، يعني كنت بتدرب جمباز، قعدت لعبت جمباز فترة طويلة، يعني لعبت يومين مثلا بس. مرة وانا بنط من على الحصان على المرتبة ما لقيتش المرتبة فوقعت اصبت حضرتك. وانت هلا. انا اللي شلت المرتبة من تحتيه حضرتك.